هذه الأراضي أحب أن أقول لكم أراضي مقدسة، لن نسمح بتسريبها لأحد أيا كان. هذه أرضنا، هذه ملكنا، هذه لأبنائنا وأحفادنا، ولا نسمح لأحد أن يتصرف بذرة رمل، ذرة تراب منها، هي لنا إلى الأبد، ممنوع. لن نسمح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، هذا وضع لا يمكن أن نصبر عليه. نحن من جهتنا ملتزمون بكل شيء وهم لا يلتزمون بشيء. إحنا بدنا نعيش بدولتين على حدود 67، القدس الشرقية عاصمة لنا، نحل كل القضايا الباقية في الحل النهائي، إحنا سعداء نعيش معهم إلى الأبد.